الوليدات تعجبهم الحال؟ عجبهم. وانت كتشوفي فيهم تبارك الله فرحانين، كنقول لهم يلا ما بغاوش يمشيو. تجربه زوينه فين يتنفسوا الوليدات ويفرغوا الطاقه اللي عندهم وداك الشيء. خويو هنايا تبارك الله شي زوين، خصهم غير يحافظوا عليه وهاد النبات وهاد هاد لي جو ديال الدراري. وشكرا لكم بزاف. كيفاش كتجري؟ تبارك الله داونا منتزه زوين، كنلعبوا وكنترينيو فيه. وكنشكروا جميع المسؤولين اللي تكلفوا داروا تكلفوا بالزرده هذه وقادوا لنا هادشي هذا. شنو اكثر حاجه عجبتك؟ وانا بالنسبه لي انسان كيتريني راه احسن بلاصه هي البلاصات، فهمتي؟ داروا لنا بلاصه الديبس، بلاصه الباره، وهادشي اللي تبارك الله هادشي اللي داروا زوين بزاف. اول حاجه كنشكروا الناس اللي مكلفين منطقه السباشه على هادشي اللي داروا لينا. الناس ما كان هنايا الخلاوات ما كانتش كتلقى فين تلعب وكذا، داروا لينا هذا المنتزه هذا اللي الناس كتجي من بعيد كتجي ليه. الطوموبيلات تبارك الله تخرج برا تلقاهم بزاف، كيجيو الناس من مناطق بعيده. كنشكروا الناس اللي مكلفين. هو صراحه عشان تبارك الله الجرده زوينه، كونطخ هاد الجردات هادو اللي داروا لينا هنايا، هادي الكاليتي ديالها مخيره صراحه، والمساحه ديالها كبيره. وكما قال الدري صاحبي نيت كنا محتاجين لها بزاف. هاد السكان هنا اغلبيه مساكن ما كانوش كيلقاو فين يخرجوا وليداتهم وشحال من حاجه، حيت الجراد ديال الاخرين بعاد، ودابا قربوا علينا بزاف. وصراحه راه غير بالليل هنايا كتولي الدنيا عامره والاطفال كيعجبهم الحال هنايا. اليوم عندنا واحد المشروع اللي المساحه ديالو تقدر ب 2.8 هكتار. هذا المشروع يتميز بتوفير مساحه خضراء واسعه تضم نباتات محليه، ويتميز هذا المنتزه بتوفير خدمات لجميع الافراد منهم الكبير والصغير. كما كتشوفوا معنا هنايا بالنسبه للكبار يقدروا يستافدوا من لي زاغري سبورتيف، يعني الماتيريال ديال السبور. وبالنسبه للاطفال الوليدات الصغار عندهم هنايا فضاءات للالعاب. وبالنسبه للبالغين عندنا واحد المسار المشي، عندنا كراسي اللي فيهم العاب ديال الشطرنج، وعندنا واحد المسار المشي اللي كيقدر ب 500 متر لينيير. وبالنسبة من بين الفضاءات الترفيهية الأخرى عندنا نافورة من الجيل الحديث، هي نافورة موسيقية من الجيل الحديث، يعني تتميز بإضاءة متنوعة ومتلونة. وحنايا يعني الهدف ديالنا هو توفير واحد البيئة صحية اللي غيستافدوا منها السكان ديال منطقة السالمية والسكان ديال الدار البيضاء كاملة.